صباح الخير أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم بقناتي سافري كانوس كيتشن. معكم أم الحكم. سلمي ماما. السلام عليكم. شو عم تساوي لنا اليوم؟ مكدوس، بس لأول مرة بحياتي بعمل هيك مكدوس أنا. طب شو بهون؟ ما له بيرفكت. طيب احكي لنا أيمتى ليش كنتي تعملين مكدوس؟ شو عملتي هلا؟ يعني هاي التنتين بتطلع. لك امي قاعدين بامريكا، الله يرضى عليكي، جود يعني بالموجود. دورنا معلش بنلاقي. مو مشكله. طيب احكي لنا هلا شو عم بتساوي؟ امنا هاي الفوقانيه ايه مشان ما تاخذ حجم، بعدين ايه؟ عم غلينا المي. ايه حطيتي شيء ملح بالمي؟ لا. اوكي. لاني لح ملحه. اوكي، يعني بس ليستوي بتملحي. قد ايه بتحطيه على النار؟ بعد ما يغلي، مو هلا، بعيره بعد ما يعني يغلي. بعد ما يغلي وهن الباذنجانات بقلبه قصدك؟ بدها تقيلة عليه. اوكي. نص ساعة. نص ساعة ولا بدك انت تشقي عليه؟ بعد نص ساعة بشق عليه. ايوه. إذا لقيته بده كمان بخليه 5 دقايق تانية. اوكي. حسب، لأنه كبار هدول. اوكي. يعني انت بفهم من كلامك كانوا مكدوساتك اكابر؟ قد هي، شايفه هي تنتين. يعني انا هلا مكدوساتي اصغر؟ بحياتي ما عملته هيك بحياتي. طب يا امي هذا الموجود شو بدنا نساوي؟ لا، اللي بدور يعني شوي بلاقي، معلش. والله هذا الموجود، اسمعي لقلك، انا كنت بمحل ايراني ولقيت يا اما باذنجان صغير كثير كثير يا اما باذنجان كبير، واتصلت فيكي 20 تليفون. واسمعي شو صار كمان. لقيت وحدة مصرية، قلت لها انت من وين؟ قلت لها انا شايفتك، انت كنت شوفك مع بيتنا القديم. قالت لي ايه والله انا ساكنة بهالمنطقة. طب تعي لهون للكادر اذا بتجيب الغطا. طب خليكوا الغطا قدامك ماما. مو هاد. ليلي شو بدك؟ غطا اصغر بدي احطه. يعني صحن؟ طنجرة فيها مي. صحن؟ لا لا مو صحن. طيب لحظة شوي حوقف. هلا هيك شو سويتي ماما؟ امتي هداك الغطا ما مشي الحال. هداك الغطا حطيت صحن شوي هيك له خلفية وحطيت هاي الطنجرة مي سخنة، حطيتها مو باردة. ليه؟ تتقيلة. اوكي. حطيتها تتقيلة. اوكي. وهلا متى ما غلى منيح منيح كثير غلى بعير نص ساعة. طب هلا هو بلش يغلي، بتحسبيه من هلا لا ولا ما بحسبه من هلا؟ طيب معناتها هلا نص ساعة وان شاء الله بنرجع لكم. الله يعطيكي العافية. الله يعافيك. شو عم بتساوي ماما؟ والله قاعد على النار نص ساعة، بعد نص ساعة شقيت عليه. لقيته بده شي 3 دقايق. تركته 3 دقايق وبعدين طفيت عليه وقمت المي، فتحت المي الباردة. هي ديروا بالكم، يعني نصيحة كتير مهمة. ايه. يعني للبيت وسلامة البيت. فتحت المي الباردة ونزلت المي السخنه بهدوء. ايه طبعا. مو فرد دفعه. ايه طبعا. إيه. يسموا بالله طبعا. بتقولوا بسم الله بسم الله. ايه طبعا. ايه. وبعدين غسلتهم بالوحده بالمي البارده. بالمي البارده وحطيتهم على صينيه تركتهم لحتى بردوا. وهلا شو عم بتقيمي؟ هلا عم قيم هي الانزوعه. ايه هي اللي فوق عم قيمها وشوي. إيه. هي قيمها شويه شيء بسيط مو كثير. ايه. لانه فيها شوك هي. اوكي تمام. ممكن طيب شيء طب بسيط. وهلا شو المرحله يلي بعدها؟ ملح هلا دغري. هلا يعني فينا نجيب لك الملح؟ ايه ملح بشقه هيك. ورجينا ورجينا وحده. هي هيك. ليش ما شقيته من اول؟ مشان ما يفت له مي جواته. طب افتحيها لنشوف لونه. شوفي لونه ابيض. اوه لانه تقلناه. اذا ما تقلناه شو بيصير؟ بيسود. اوكي واو انتبهوا لهالملاحظه. بعدين في ناحيه ايه؟ في ناس عم يغلوه على البارد؟ على الحطب. على الحطب. ايه؟ على الحطب ما بيتحمل نص ساعة أقل. يعني نحنا خلينا نقدر، معناتها بالنسبة للحرارة انتو بتكون تشوفوا، ما هي ما لقاعدة عامة النص ساعة، بس نحنا الحرارة عنا الغاز اللي الغاز عنا هيك. طيب اسمعي لقلك شغلة، بالزمنات وقت اللي كنتي تعملي المونة الكبيرة، الغاز الأرضي تبع الشام هالكمية مثلا الصغيرة نفسه كبر هاد نفسه؟ لا مو أكبر كان؟ لا على الكبير ليكو هاد نفسه. انتو اسمعوا لكم، شوفوا أنا حأمسك وحدة، ها شوفوا شلون طرية هيك بدها تكون طرية وماسكة، يعني مو وماسكة بعضها. ايه طيب طيب بقى. وشو الملح اللي بدنا نستخدمه؟ إذا كان أكل موقت، إذا أكل موقت ملح عادي. ايه
بنحط له اذا كان هي بنخلط هاد مع هاد مع صخري قصدك؟ بس يعني انا ما لقيت له فرق الملح الصخري ما فرق معك؟ لا لا ما فرق معك. انت بس بتعرفي شغله انا اللي حقلك عليها يعني معروف بالحوض الابيض المتوسط انه النساء تحديدا بصير معهم نقص يود وهذا بياثر على الغده الدرقيه فبتلاقي معناتها هذا الملح معناتها انا برايي ياخذوا الملح اللي فيه اليود مشان ما يعانوا من امراض الغده الدرقيه. اوه واو تسلم ايدك والله هذا مشان انا اول مره بعمله هيك كبير. طيب خلينا بس كمان نحكي بسرعه هلا من ملحهم وبعد التمليح شو بدنا نعمل؟ بنملح جواتهم منيح منيح وبراتهم اوكي هلأ. وبنتركهم على الصينيه وبنتركهم هلا هيك شوي بعدين على المصفايه بحطهم وبورجيك اياهم. طيب معناتها هلا رح نجيب الملح ورح ننتقل بمرحله جديده بعمل المكدوس بشهر شباط اولموست حنصير نو نحن بكانون الثاني. واذا عندكم كهرباء او فريزر نفس الطريقه بتعملوه بتحطوا له نفس الملح بس خلوه بملحه للتقلوب حطوه بكيس النايلو من دون تتقيل استني لا اتذكر لا ببلا بترجعي بالتقليه لا بترجعي بالتقليه بعد ما تطلعيه من الفريزر بياخذ مي لانه بالفريزر لا كنا نتقله شوي بلا نتقله وكمان يرجعي تقلوه بعدين ونرجع نطبه اوكي اوكي إيه. طيب ماشي معناتها هلا بننتقل باذن الله للمرحله الثانيه ويلكم باك ام الحكم الله يعطيك العافيه الله يعافيك هلا شو عم بتساوي هلا عم نحط ملح منيح بقلبه مو قليل اوكي لانه هاد بياخذ شيء بسيط من الملح والباقي بينزل مع المي اوكي اوكي مشان هيك شوفي شو بنحط اوكي كله بنحط له ملح الله يعطيك العافية حينزل منه مي كتير حيبقى شيء بسيط أوكي. وهون ام الحكم حبت تعطيني تعليماتها ووصتني اني انا اللي علق حطينا نص كيلو جوز هي فرمته على ايدها مثل ما لكم شايفين كنت انا اعمل لياهم بالفود بروسيسر قالت لي لا هيك افضل فقطعتهم حرام هي كلهم على ايدها الجوز وهلأ حنضيف المقادير مع بعض جبنا فليفلة حلوة جاهزة حأفتح الأطرميز قدامكم أنا ما بمونة على إيدي لأنها متوفرة وسعرها معقول حنحط معلقتين من دبس الفليفلة وهلأ هنحط معهم كمان شوية دبس الفليفلة ولكن الحرة بس ما كترت مثل ما لكم شايفين وطبعا بناء على تعليمات الست الوالدة نبهت علي اني ما كتر توم بس لكن قالت لي انه التوم ضروري جدا بهالأكلة فحطيت معلقة واحدة هذا توم مطحون خالص وطبعا نحن هديك المرة وقت كنا عم نملح زاد عنا ملح فححط شوية ملح مع الحشوة وشوية صغيرة كمان قالت لي يعني كم معلقة زيت بلدي ومنخلطهم مع بعض وبهيك بتصير الحشوة جاهزة صباح الخير ام الحكم كيفك اليوم تمام الحمد لله اوكي هلا هدول مكدوساتك رح نورجيهم للاعزاء المشاهدين كيف عملتيهم هلا قد ايه صرنوا مكبوسين هي تالت يوم اوكي حنفك مع بعض التتقيله وماما هلا بتقلكم شو تعملوا بس لانه نتقال هدول نحن على ثلاث ايام نزلوا هالمي ما كبيناهم بس لنورجيكم مشان هيك ضلوا ثلاث ايام وهلا شوفوا هذا اللي صفى قالت لي ماما هيك تمام يعني شوفوا قديش نزلوا مي كل هدول نزلوا لو انتوا اشتغلتوا فيهم كنتوا روحتوا كل طعمة ال هذا شو اسمه ماما الحشوة ما هيك حشوة اوكي
طيب هلا انا مثل بناء على طلبك جهزت لك الحشوه، اقلي لهم المقادير. حطينا قد ايه جوز؟ نص كيلو جوز. نص كيلو جوز، فليفله حسب اللون والطلب، بس الثوم لا تكتروا ثوم، قللوا شوي ثوم لانه بيحمض. ايه حطينا شوية ملح وشوية شوية زيت. شوية؟ شوية زيت وشوية صغيرة حد، لأنه الفليفلة ما لها حد. بس الثوم ما بتكتروا. ما بتكتروا، طيب ورجيهم كم وحدة ماما كيف بتحشوها. لحظة شوي. يا عيني. ورجيهم ماما شكلها. في خطوة أنتِ لاحظتي قلتي لي الناس صايرة هالأيام ما لا عم تساويها وقت اللي عم يحشوا المكدوس. شو هي؟ وقت اللي عم يحطوه بالقطرميز. ايه مو هلا لما بورجيهم اياها شنو. اوكي، شو هي بس الخطوة؟ انهم يمسحوها؟ الخطوة بعد ما نحشي المكدوس بنمسحه. اوكي. بعد ما نمسحه هي بنطبها منيح كثير، بنسكرها هيك وبنحط هذا لتحت على الكنار. اوكي. بنحطه، بس هذا لازم ينمسح. اوكي. يا عيني. طيب والهاد خشن. الجوز خشن. كيف ساويتي الجوز ماما؟ بالسكين. قطعته ماما بالسكين. كنا بالاول بعد ما نحشي نحط طبقه ونرش عليها شويه ملح. صار ينزل مي ما هيك؟ ودقيقه بس لدوق الجواني شوي. جواني يدوقوا شويه. اذا مالح كفايه؟ ملح منيح. اوكي ممتاز. لانه كترت له ملح انا. ممتاز. نزل كلها مي وبقي منيح ملحه. طيب هلا هذا يعني صراحه منظر لا يقاوم. امتى فينا ناكل؟ بده شيء اسبوع. بعد الزيت؟ اوكي. لحتى يفوت لقلبه الزيت. طيب ماما عاملي لهم وحده ثانيه وهلا انا بطفي الكاميرا وبساعدك، اوكي؟ ايه. نحن خشلنا شويه لانه طيب بيطلع يعني أزرق. معلقه ولا اكثر اخذ حشوه مشان ندقق؟ هي كبيره؟ لا اكثر. اكثر؟ ايه. شي معلقتين؟ لانه هي كبيره. ايه. ايه بس شوفوا يعني حشوته منيحه منا قليله، بعدين ماما قالت لي انه وقت بتخشني الجوز بيبرك اكثر. بيبرك اكثر، ايه. يعني هي نصايح الستات الكبار، مشان هيك بتلاقوا عندهم خير كتير وما شاء الله بركة كتير. اهم شيء اهم شيء بس يمسح. ايه؟ هي التسكيرة هي ما تخلوه. ورجيني ماما. هي التسكيرة هيك من هون ليمسح كمان. اوكي الله يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب هلا انتم شفتوا كيف، انا هلا هسكر الكاميرا وساعد ماما وبرجع لكم بس ليخلصوا. يا عيني يا عيني، خلصتي حشو؟ طيب هلا شو عم تساوي ماما؟ هلا عم نمسحه مشان براته ايه؟ ما يكون وسخ. وهي ننضبه منيح مشان. طيب يعني هلا مثلا هدول انا اذا باكل هلا 10 مكدوسات بصح شيء؟ ايه صحي كثير. طيب مي هيك يعني جنيتي علي، انا بدي اطلع حلوه يوم عيد الحب. ايه خلاص، لا كلي وحده بتكفيك. وحده؟ وحده بتكفيك. يعني بالساعه؟ شو بالساعه؟ بالنهار. طب امي والله اكلاتك لا يقاوموا. ايه ولا بكام. ايه بعدين هي كبيره تنتين، يعني كانك عم تاكلي تنتين. حرام عليكي، ايش حتعملي لي دايت هلا انت؟ على فكره يا جماعه انا بدي اقول لكم سر خطير، انا سر رشاقتي هو امي، لانه امي اذا شافتني نصحاني باوند واحد تنشر عرضي على بيرا. يا اما لا تلبسي. لا شو ما البس لك امي، الله يرضى عليكي. اختاري يا اللبس يا الاكل. يلا انا بختار الاثنين. لا ما بتزبط. طيب ما حد خسر بعد، انا بختارك الك وبس. ما بتزبط ابدا. طيب ماما هلا رح نخلصهم كلياتهم، هلا هيك بنحطهم على جنب نضاف، بعدين بننزلهم بالقطرميز. اوكي بعدين بنزيتهم. طيب شو نوع القطرميزات اللي انت بتفضليها لل طبعا بلور. اي قطرميز بس بلور. اي قطرميز. اوكي بس بلور يكون باذن الله. طيب ماما هلا رح نودعهم مؤقتا. طيب نحط لها شويه مي. ايه هن كانوا بالشام كمان في يعني نوع قماش معين يستخدموا له هيك شغلات، يمكن الشاش ما هيك؟ ايه هيك شيء يعني. يعني أو بس او قطني رقيق. او قطني رقيق. رقيق. ايه وانتم انا هلا هون مستخدمه
المحارم يلي يعني بتستعملوها مره واحده، مو محارم الكلينكس، ان المحارم المطبخ بلتهم ماما شوي صغيره. شغله مهمه كمان لازم يعرفوها. شو ماما؟ بس الزيتو بنحط له بصفايه عاديه ما بنغطي لانه بيفور الزيت. للجمعه يعني ولا اكثر؟ ايه للجمعه بيفور الزيت. اوكي. بضل قريب دائما بنشوفه بيفور لفوق. اوكي. بعدين بينزل لتحت بينقص بنزيد له شوي. طيب. بس بنخلي له مصفايه شيء تهويه. طيب انا هلا رح خليكي تكملي هدول ورح ورجيهم المخللات اللي ساويتي لنا اياهم. أوكي؟ اوكي؟ يلا. وهي المخللات اللي ماما كبست لنا اياهم. ما شاء الله ماما ما في شيء عندها ما بيصير، كان عندي شويه يخنه واكلنا يعني عملت لي طبخه يخنه، قالت لي لا خلينا نعملهم مخلل وشوفوا منظرهم ما شاء الله شو طلعوا كتار وحلوين. وهي قالت لي هلا الدنيا برد معلش تركيهم برا. حطيت لهم خل منيح، خل وتوم وملح وشمندر وهو هذا كله يخنا نحن قطعناه وشوفوا هالمنظر. هدول صار لهم حوالي الخمس ايام مكبوسين، يعني بدهم لسه شي يومين تانيات بس فينا نبلش ناكل منه. تسلم ايديك يا ماما. الله يسلمك. يلا وهلا مسحناهم كله يا عيني. اي والله كلهم. وهي هي ضبيناها كلها. برافو. هيك كلها سكرناها. او يا عيني. هلا بدنا نحطهم. يلا شلون بدنا نحطهم؟ حطيهم كيف ما بدك ماما. نحطهم هدول على الكنار هيك الشق على جنب يعني. ايه على جنب. اوكي. يا عين انا حاسه حالي كثير مبسوطه هلا. او ماي جاد منيح يا سو ماما القطرميز ولا بدك اكبر؟ لا منيح. اوكي ان شاء الله. هلا هون يا جماعه هي اللحظات التاريخيه. طيب وبالنسبه للزيت ماما انصحي هون قولي لهم شو بيناسب يعني هي. وقت اللي بدك تزيتي شو النوع الزيت اللي بتستعمله؟ زيت بلدي بس اذا كان الواحد ما قدرته يعني وغالي كثير تخلطوه. زيت بلدي مع زيت عادي. ايه اي مع زيت مازولا نص بنص. ايه انا بحياتي ما خلطته بس هلا الغلى كثير بدهم ينخلط اجباري. يا ستي هن اصلا مو كتار يعني اذا بلد كثير فيها غالي. ايه طبعا الزيت بتخلطه طبعا. طيب شغله يعني. طيب هلا ماما رح تحط المكدوسات كلهم بالقطرميز. بتعرفي انا ما عاد طلع معي الحكي وانا بشوف الاكل بوطن الحكي يطلع معي. العادة عم حاول اتخلص منها. لا يقاوم. والله العظيم ما عم بعرف عبر مدري ليش مع اني بحكي عن بلد وقت بدي. لا لا بس اكلات امي يعني عن جد يعني. لا يقاوم. يا ريتكم يا ريتكم معنا بس تتفرجوا. ما حدا ياكل. ما حدا ياكل. لا 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 والله ماني بخيلة لا والله الحمد لله. بس عن جد اكلات امي ونفس امي هيك وحكياتها بالدنيا كلها. الله يخلينا اياكي. مره واحده تفالحت بدها تعمل مكدوس. ايه قامت ساوته وحشيته وسلقته وكله كله مباشرة بيقفى بعضه. ايه وقالوا لها ناس قالوا لها انه لا تحطيه هلا كلي وحده وخليه يتقل لبكره. ايه قالت له لا بدي هلا ساوي كل المونه هلا. بس المونه يعني بدها الكونه. ايه طبعا طبعا. راحت حطوه بالقطرميز وزيتته مباشره قام طلعت ثلاث ارباعه لفوق مي. يي يا حرام يعني خربت المونه. خربت المونه. ايه يعني عن جد يا جماعه هالنصايح اللي بتسمعوها من النسوان الكبار يعني كلهم ناس... قالوا لها حطي تنتين. ايه حطي ناس عندها زيت خبره. وكليه. ايه ناس عندها خبره. ايه يعني اذا الدنيا خلقت بسبع ايام ما في شيء بيجي بسرعة. لا بدي أعمل المونة. لا ما بصير المونة بدها ركونة وبدها هدوء ويعني بدها كتير بدها كتير ركونة بدها هدوء كتير. إيه. يا أنا لك ويا جماعة بدي لكم على الشغلة هلا أنا بتشوفوا فيديوهاتي أنا كتير سريعة وبشتغل بسرعة بس شو بكون لحالي بالمطبخ ماما بتعرفني ما بحب حدا يفوت لعندي على المطبخ أبدا لأني بضوج. وماما طبيعتها وقت بتشتغل من تم ساكت بتلاقوها هادية ومركزة وهذا بده هيك وهذا بده هيك يعني كتير كتير ماما بهالشغلة عين الله عليها كتير مرتبة. أنا وقت كنت خيط بلش من بعد العصر
هيك للساعة 4 الصبح مشان الهدوء. الحق معك، كلكم نايمين؟ ايه وانا قاعدة. لا والله القطرميز منيح ماما. منيح. ايه الحمد لله يا رب الحمد لله. طيب حبيبتي هلا بقيه لك شوي وبنرجع بعد شوي بنورجيهم الزيت. اوكي اوكي يلا. هلا ماما بدها تزيت. انا ما حكذب عليكم للصراحه ما بحب اخلط الزيت، وبما انه الكميه صغيره فماما حتستعمل الزيت البلدي القطفه الاولى اللي بيقولوا له اكسترا فيرجن اوليف اويل. يلا ورجيهم ماما. هلا بتزيتوا هيك لحتى ينتلى كلياته وبنرجع لكم. وهلا هيك تزيت كله المكدوس طالع. انا ما لي مصدقه امتى اكل الصراحه، وماما حتورجيكم انه اول بس اسبوع. طبعا نحن هي هلا المصفايه الصغيره اللي عندنا بس هي رح تغطيهم بس هيك بالوقت الحالي، لانه مثل ما خبرتكم بانه بفور الزيت يعني ببلش يطلع لبرا بطف بطف، وبعد باسبوع فيهم يسكروا. صح طيب وهيك مننهي حلقة اليوم للمكدوس من تحديات أم الحكم. الله يعطيك العافية يا رب والصحة يا رب. صحتين على قلبك يا رب. يلا إلى اللقاء.